تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خناقه مشتعله ما بين ابو الدهم وما بين رضا عبد العال واسلام صادق في برنامج البريمو. حصلت خناقه امبارح ومشاده كلاميه، وكانت ممكن تتطور ليعني خناقه جامده لولا ان ابو الدهم يعني هدى الامور وهدى الدنيا، واسلام صادق دخل في شمال في رضا عبد العال، ورضا عبد العال مش راضي يسكت خالص، وجهة نظره هي الصحيحة، وجهة نظره هو وبس، محدش يتكلم بعد منه، ما تدخلنيش مع زملاء يحكموا على كلامي، لا انت فيك وفيك وفيك. وكانت يعني ليلة عمدة مشدة ما بين ابو الدهب وما بين رضا عبد العال واسلام صادق علشان ماتش نادي عفوا منتخب مصر وملاوي اللي فاز فيه منتخب مصر برباعيه نظيفه، وان المدرب مخه تعبان، المدرب غير محترم، المدرب على قده، المدرب فيه وفيه، واياك تناقشوني في رايي، انا سابقكم بكتير. ده رضا عبد العال اللي بيقول مش انا، انا ماليش دعوه. انا سابقكم بكتير وانا بفهم عنكم اكتر، وانتوا فيكم وفيكم وفيكم. كلام كتير اتقال في الفيديو، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف اللي حصل ونرجع نعقب على الكلام اللي اتقال. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الخناقه اللي حصلت ما بين رضا عبد العال وابو الدهب، ودي مش المره الاولى اللي يحصل فيه خناقه في البرنامج، ولكن على مدار الفتره اللي فاتت حصلت بتحوالي 6-7 خناقات، من ضمنها كانت خناقه مع كمونه، ووقتها كمونه يعني مش من البرنامج لانه شد مع رضا عبد العال على الهوا وقال له انت ما بتفهمش، انت مش عارف ايه، انت فيك وفيك وفيك. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. شكل جاي في المكتب. التليفون ده يا كابتن رضا عامل ايه؟ مروحة يا جدع، مروحة والله العظيم. انا عارف ما شفتش واحد. انت مع الرايجة؟ مين الرايجة يا كابتن؟ لا مش رايجة يا كابتن صالح. بص يا كابتن، ده وجهة نظرك يعني. استنى بس انا بحترم وجهة نظرك وبحترمها بشكل كبير، لكن المنتخب كسب امبارح، كسب 4 وأدى بشكل جيد. مين اللي ادى بشكل جيد؟ المنتخب ده كان ادى بشكل كويس. انا ماله مالي كده بقى دوست عليها وديت 4. ما تقوليش بقى المنتخب وحش او الاداء وحش. انت خلي بالك عندك الاهلي والزمالك، خلي بالك ده الراجل كمان بتقول يا كابتن. اسمعني اقول لك ورد، اقول لك وجهه نظر ورد. اسمعني بس، اتعلم. اقول لك وجهه نظر كابتن رضا. قال وجهه نظر محترم بس في نفس الوقت بتطفش المدربين. ايه المشكله؟ المشكله انت بتدخلني ليه يا اسلام؟ لا ماشي، هو ايه اللي انت بتقول؟ وجهه ثواني بس كابتن رضا، ما انت لازم تسمع وجهه النظر الثانيه. ما بسمعش وجهه نظر حد. ما ده غلط يا كابتن رضا. لا مش غلط. ازاي بقى؟ هو ما فيش غير وجهه نظرك اللي صح يا حبيبي. انا بتكلم، انا بتكلم، ما تعلقش على كل تعليق ليا لواحد يقعد يقول لك ده بيطفش المدربين. ما تطفش، ما قلتش الثاني بس مش طفش. ايه رايك في موسيماني؟ ايه رايك في كيروش؟ ايه رايك في فريرا اللي كان واخد بطولتين؟ ها؟ ما انت اخر حاجه كنت بتقول ايه؟ لا ده البروف، لا البروفيسور، لا ودلوقتي بتقول لا ده المدرب ما عندوش اي صلاحيات ولا فنيات ولا كده. ده مين اللي يابا؟ انا سابقك. بص انا سابقك وسابق جيلك كله، ودي لي الناس اللي هي بتقعد تحلل. كابتن رضا، واخد بالك؟ كابتن رضا احنا بنتكلم في امور فنيه، ما بنتكلم. لا ما انت حضرتك بتقول لك كابتن رضا، ما بقول لك كل يوم بيطبق في الدرب. هو انا ما قلتش كل يوم. لا ثواني كابتن رضا، كابتن ابو الذهب، كابتن رضا، هو انت اللي بتاخد قرار برحيل المدربين يا حبيبي؟ لا هو انت بس انت المفروض ان هو وجهه نظرك دي انت بتقولها يا كابتن رضا، مقتنع بيها ولا لا؟ لا مش مقتنع بالكلام ده. انت الكلام ده غلط يا اسلام. انا بكلمك على وجهه نظرك انت وانت بتقول. اسمعني بس، اسمعني، ما يقولش ان انا بطفش المدربين. كابتن رضا اللي بياخد القرار هو اللي بيقرر. انا في الحته دي لا حد جه زيي ولا حد جه بعدي بحته ان انا بهرش المدربين او اللعيبه، واخد بال حضرتك؟ من يوم ما انا قعدت جنبك اسمع يا فلان، من يوم ما قعدت جنبك قلت لك على مدرب او لعيب وبعد كده هو طلعني غلطان، ولا كله بيطلع ابيض يا ورد؟ لا ماشي، انا ما بقولكش ده، بس في نفس الوقت كابتن رضا، كابتن رضا انت طالع تتكلم وبس. ايوه طالع. لا لازم تسمع اللي قدامك. لا يا حبيبي ما يقولش. هو انت وجهه نظرك كويس. كابتن رضا وجهه نظرك. لا يا حبيبي، محدش بيقول لك حاجه، ومحمود ابو الدهب يقول وجهه نظره.
بابا ما تقص ما تجيبليش محمود ابو الدهب وتقول له كابتن رضا عاد. ما بقول إيه؟ انت طول الحلقه عمال تقول له ايوه كابتن رضا عاد. لان كابتن رضا عاد ما هو ده طبيعي يا كابتن. لا يا حبيبي مش طبيعي، ما تخلوش علق عليا لان انا لو قاعد ما كانوش علق على ابو الدهب. لا طبيعي جدا. لا يا حبيبي في اراء جدليه كابتن رضا، طالما في اراء جدليه كابتن رضا، طالما في اراء جدليه لازم تطرح قدام الناس كلها. ده كابتن رضا خلي الناس الغريبه هي اللي تقولها. ايه يا كابتن رضا؟ ده بالعكس خلي الناس ما يبقاش هو حبيبي وتخليه الناس. علاقه يا كابتن رضا كل واحد له وجهه نظر. انت هتولع الدنيا يا كلام يا كابتن، والمطرب هتولع الدنيا. ده علاقه بالله، انا عايز اولع الدنيا. انت لو كنت رضا انت لازم لو كنت قاعد انا قدامك وقلت لي انت ده مال اهو ابو حر الكلام مش حر بقى. ما انا قلت لك انت حر في ردك يا كابتن رضا. يا حبيبي ده قلت والله يا كابتن حر. انا رايي يا كابتن رضا انت حر في ردك. انت عارف عندك مدرب حلو ولا وحش؟ مين؟ انت تعرف ان مدرب انت مع الرايقة. انت كنت مع الرايقة تاني مش مع الرايقة كابتن. انت مش بتكلم على انا بتكلم على حالة. انت دلوقتي انت بتقول لي بريرا، بريرا ما هو كان واخد الدوري سنتين وكان عامل فرقة كويسة وبيلعب في الشباب. فين الرايقة يا راجل؟ ما عملش ماتش كويس يا راجل. مين اللي ما عملش ماتش كويس يا راجل؟ يا كابتن مين اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي يا كابتن؟ طب ما كان بيحصل سنه. لا يا كابتن ما كان الفرقه كويسه وماشيه كويس. قعدت اقول المدرب فريرا 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 لحد ما خلصت. هو بعدك على نادي الزمالك. انت مش لاقي مدرب تمسك الفرقه. هو بعدك على نادي الزمالك قوي. انت ما حتى نادي الزمالك مش عايزه تقول 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 تخاف على الاداره وتقول اللعيبه انت عايز تقول ان الراجل المدير الفني هو اللي وقع نادي الزمالك. لا انا ما انا رايي غير كده. انت رايك اللعيبه والمدرب. لا 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 بص طبل بقى طبل. انا كابتن مصطفى هقول لك بدليل انت بتقول انت مش عارف واحد انت شهر واحد كان الزمالك انا متحفظ انا متحفظ على اصوات الرضا. كابتن رضا انا متحفظ على كلمه انه بيفضل وجهه نظره زي ما انت عايز الناس كلها تحترم وجهه نظرك. انت لازم تحترم وجهه نظرك. لا ما تدخلوش يا اسلام وتقول له كابتن رضا بيقول. لازم لو قلت يا كابتن رضا تقول لي اي ده بيقول هقول لك هو حر ومش علق. انت حر بقى ترد الرد بتاعك. طب ما انا بقول لك فلان قال وفلان قال. ده طبيعي جدا. فلان قال من الزميل كابتن رضا من الزميل ده بره. انما هنا في البرنامج انت بتعمل فتنه بيني وبين ابو سعد. لا مالهاش علاقه بالفتنه يا كابتن رضا. عمرها ما توصل لكده يا كابتن رضا. كابتن رضا انت لازم تتقبل لازم تتقبل وجهه النظر الثانيه. ده طبيعي جدا. انما هتاخد كل كلمه على صدرك يبقى ما حدش هيتكلم. كابتن رضا احنا سياستنا اتقبل عادي. كابتن رضا احنا سياستنا في البرنامج بقالنا من ساعه ما طلعنا لغايه دلوقتي ان احنا بنحترم الراي والراي الاخر وبندخل الناس. مش مع كابتن رضا وبندخل الناس وبندخل بعد اذنك يا كابتن رضا. لا مع كل الناس وبندخل الناس اللي معترضه. كابتن رضا ده انت نفسك بتيجي تتكلم معايا تقول لي اي حد معترض على كلامنا اللي انت بتعمله ده صح جدا ان اي حد لازم يدخل ولازم يتكلم. ده طبيعي. أيوة. جدا. الناس اللي بره بره وجوه يا كابتن رضا دي حاله البرنامج لان كل واحد يا حبيبي ماشي. بس انت كابتن رضا كده عمال تقول لي يا كابتن رضا ما ينفعش ان ابو الدهب نجم كبير وليه شخصيته المستقله وليه ارائه وفي نفس الوقت حضرتك نجم كبير وليك ارائك وليك شخصيتك المستقله. مش لازم كل واحد يبقى متفق معاك في كل حاجه او انت متفق ولا مش متفق ولا يختلف. انت من اول البرنامج انت كنت عملت ده كابتن رضا. انت ده مين ده كابتن رضا؟ ما اعرفش ازاي يا عم هو يدي اللي هو عايزه. طب ما هو ده رايه انا ما اعقبش عليه. لا لان في ردود افعال. ما لكش دعوه بردود الافعال. زي ما ليه دعوه كابتن ما لكش دعوه بردود الافعال. سيب الناس كلها قاعده ما فيش توقع بيني وبين ابو الدهب. ده مالهاش علاقه بالتوقيع. توقيع يا كابتن رضا ده شغال في ده مالهاش علاقه بالتوقيع. ده انت شغال في الاعلام بقالك فتره كبيره. لا استنى بس معلش دلوقتي بقى التوقيع وانت ده فلان. كابتن رضا كابتن رضا انت تهدى بس وتتقبل الرأي. لا مش هتتقبل مع الزميل. ما تتقبلش لا 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 مع الزميل لان احنا كده. بص خلينا دايما نبقى ضافيين. ما هو لازم كده تتقبل كابتن رضا. هو ثواني بس هو لو واحد قال راي عكس كلامك بره البرنامج يا عم مهدي بره البرنامج كابتن رضا. لا بره البرنامج يعني الزميل بيقول لك هنحدد ثواني بس. طالما هم المشاهد هيستفيد بيه يا كابتن رضا. طالما انا هطلع اقول لك ان كلامك صح وابو الدهب يقول لك ان كلامك صح وفاروق يقول لك ان كلامك صح. انا كلامي بعيد عن دماغك وعن دماغ ابو الدهب. اسمع بس كابتن رضا. اسمعني بس يا كابتن رضا. اسمعني بس خلي الناس الغرب خلي الناس الغرب هي اللي تحكم يا كابتن رضا. اساس البرنامج واساس البرنامج ان كل واحد بيقول رايه باحترام. محدش بيقول راي تابع للتاني خالص. ده طبيعي جدا واحنا شغالين على ده من زمان مش من دلوقتي. طب انت عملته النهارده في البرنامج ما تجيب الحلقه من اولها كده. ده طبيعي يا كابتن رضا.
انت بس لو متابع الرد يعني انت تطلع ابو زهر عشان يقطع فيا كابتن رضا كابتن رضا تطلع ابو زهر عشان ان هو يقول حاجه مختلفه يعني لا يا كابتن رضا هو كل واحد وليه راي يا حبيبي هو انا بقول كابتن رضا ثواني بس ما تجيبش اسمك هو انا لا كابتن رضا لازم اجيب اسمك لان انت نجم كبير يا عم انت كلامك مهم كابتن رضا طلع النبي طلع النبي كابتن رضا انت كلامك مهم لا 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 اسمعني بعد كده بعد ايه كابتن رضا ما تقولش لازم هقول وهفضل اقول ده طبيعي ليه لان احنا بنعتمد على الراي والراي الاخر ده طبيعي وانت لو كابتن رضا انت لو كلامك بتقول اي كلام انا مش هعرضه النهارده في الحلقه ومش هعرضه كل حلقه او لو كلام ابو الذهب بيقول اي كلام ومش مؤثر انا برضو مش هعرضه في الحلقه صدرك يبقى ما حدش هيتقبل عادي كابتن رضا احنا سياستنا اتقبل عادي كابتن رضا احنا سياستنا في البرنامج بقالنا من ساعه ما طلعنا لغايه دلوقتي ان احنا بنحترم الراي والراي الاخر وبندخل الناس مش مع كابتن رضا مش مع وبندخل الناس وبندخل بعد اذنك كابتن رضا لا مع كل الناس وبندخل الناس اللي معترضه ثواني بس كابتن رضا ده انت نفسك بتيجي تتكلم معايا تقول لي اي حد معترض على كلامنا ده اللي انت بتعمله ده صح جدا ان اي حد لازم يدخل ولازم يتكلم ده طبيعي أيوة. جدا الناس اللي بره بره وجوه يا كابتن رضا دي حاله البرنامج لان كل واحد يا حبيبي ماشي بس انت كابتن رضا انت كده عمال تنطق بعد احنا الاثنين لا يا كابتن رضا ما ينفعش ان ابو الذهب نجم كبير وليه شخصيته المستقله وليه اراءه وفي نفس الوقت حضرتك نجم كبير وليك ارائك وليك شخصيتك المستقله مش لازم كل واحد يبقى متفق معاك في كل حاجه او انت متفق ولا مع ده في كل حاجه ولا يختلف انت من اول البرنامج يا كابتن رضا ده كابتن رضا انت ادتني ده كابتن رضا معرفش أيوة يا عم هو ايه اللي هو عايزه طب ما هو ده هو رايه انا ما اعقبش عليه لا ده ردود الافعال سيب الناس كلها يا عزاز ما تيجيش توقع بيني وبين ابو الدهب مالهاش علاقه بالتوقيع توقيع يا كابتن رضا انا شغال في التوقيع يا كابتن ده مالهاش علاقه بالتوقيع ده انت شغال في الاعلام بقالك فتره كبيره معناه ايه؟ لا استنى بس معناه ايه؟ دلوقتي بقت التوقيع وانت ده فلان كابتن رضا كابتن رضا انت تهدى بس وتتقبل لا مش هتتقبل مع الزميل ما تتقبلش لا 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 مع الزميل لان احنا كده بص خلينا دايما نبقى صافيين ما هو انت كده بتضربنا في بعض هو ثواني بس هو لو واحد قال راي عكس كلامك بره البرنامج يا عم مهدى يا عم بره البرنامج كابتن رضا لا بره البرنامج يعني احنا هنحدد ثواني بس طالما اما المشاهد هيستفيد بايه يا كابتن رضا طالما انا هطلع اقول لك ان كلامك صح وابو الدهب يقول لك ان كلامك صح وفاروق يقول لك ان كلامك صح انا كلامي بعيد عن دماغك وعن دماغ ابو الدهب اسمع بس كابتن رضا مفيش حاجه مفيش حاجه كابتن رضا كابتن رضا اسمعني بس يا كابتن انت فاهمني لا انت ما تقوليش بقى اسمعني خلي الناس الغرب خلي الناس الغرب هي اللي تحكم يا كابتن رضا اساس البرنامج واساس البرنامج ان كل واحد بيقول رايه باحترام محدش بيقول راي تابع للتاني خالص ده طبيعي جدا واحنا شغالين على ده من زمان مش من دلوقتي طب انت عملته النهارده في البرنامج ما تجيب الحلقه من اولها كده ده طبيعي يا كابتن رضا انت بس لو متابع الرد يعني انت بتطلع ابو الدهب عشان يقطع فيا كابتن رضا انت بتطلع ابو الدهب عشان ان هو يقول حاجه مختلفه يعني لا يا كابتن رضا هو كل واحد وليه راي يا حبيبي هو انا بقول كابتن رضا ثواني بس ما تجيبش اسمك هو انا لا كابتن رضا لازم اجيب اسمك لان انت نجم كبير وكلامك مهم كابتن رضا طلع النبي طلع النبي كابتن رضا انت كلامك مهم لا 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 اسمعني بعد كده بعد اذنك كابتن رضا ما تقولش بس لازم هقول كابتن رضا كابتن رضا كابتن رضا طب اسمع ممكن تسمعني دي كابتن رضا لازم هقول وهفضل اقول ده طبيعي ليه لان احنا بنعتمد على الراي والراي الاخر ده طبيعي وانت لو كابتن رضا ثواني كابتن رضا انت لو كلامك بتقول اي كلام انا مش هعرضه النهارده في الحلقه ومش هعرضه كل حلقه او لو كلام ابو الذهب بيقول اي كلام ومش مؤثر انا برضو مش هعرضه في الحلقه ده امر طبيعي ولمصلحه المشاهد
وانت بيهمك جدا مصلحه المشاهد. كابتن رضا خلينا نرجع بقى للاهم. سيبك من من القصه ديت. احنا بنتكلم على هو كابتن ابو الدهب بيقول ان فيتوريا كان ليه دور كبير جدا في الفوز بتاع امبارح. بس فانت عايز ترد قول لي في ايه بقى؟ قول لي يا كابتن ابو الدهب. يعني هو الراجل لما يعمل نتيجه ويكسب اربعه كابتن رضا وقال مالوش دور لما يكون عنده ثبات تشكيل؟ عنده ثبات تشكيل في امبارح مع المنتخب. ثبات تشكيل ايه يا جدع؟ اسمع بس. طب انا ممكن بس ايه ده؟ اولا بص يا كابتن رضا، اولا انت عارف معزتك عندي واخوك كبير وانا بحبك ومفيش اي حاجه في الدنيا تقدر توقع بيني وبينك يا عم. قلتها بس انت بتسمعني. اراك انا بحترمها بشكل. انا عشان اتكلم معاك. طب اقول لك ورد عليا والله. طب اقول لك هكملها. هقول لحضرتك اسمعني بس. طب استنى وحياه احمد لا تستنى. انا مش موجود قدامك يا كابتن. انا اسلام بيديني السؤال يا كابتن. بص خلي بالك الاسلام بيقول لك كابتن بص ارائك ووجهه نظرك تحترم 100%. بس خلي بالك الفتره اللي فاتت منتخب مصر يا كابتن كان في عدم استقرار، كان في تغيير مدربين، كان في لعيبه مدربين بتيجي مديرين فنيين بتيجي عندهم مشاكل. لكن الراجل مضى اربع سنين. اسمع كلام يا كابتن. ده الماتش الاولاني اللي هنا يكسب 7-8 يا كابتن. ماشي يا ابو الدهب. تمام ادري يا كابتن. ما انت خلي بالك انت لو ما كانش كسب الراجل ما كنتش هتوصل امم افريقيا يا حبيبي. لو ما كانش يتعلق على المستقبل يا كابتن. خدت جاب 3 بونت كسب 2-0 لما راح هناك بقى في 6 كسب 4 الكره من العتبه. مين دول؟ الكره من العتبه يا كابتن. انت عندك الدوري المصري سوق فيه سوق مستوى للعيبه، حتى الاهلي والزمالك ما بقاش قادرين يا كابتن. فالراجل جاب المحترفين عشان يلعبوا ويقدر يكسب، صح ولا غلط؟ طب المحترفين عملوا ايه يا كابتن؟ ما كسبك اتنين هنا واربعه هناك. خلاص انت بقيت راكب المجموعه. هو لو راجل محترم، لو راجل اكثر عنده رؤيه والله هو بس ما جيب المحترفين. هو راجل محترم يا كابتن، بس يمكن انت مختلف معاه في الرؤيه الفنيه. بتتكلم على صلاح بس عشان ما تتحط مصطفى محمد وعمال تقول له مصطفى محمد يقول لك لا عايز يجي الاهلي. ما هو احسن بيرود عندك موجود يا كابتن حساب، بدليل ان الراجل ما بيلعبش الا هو. مع الراجل ما عنده حتى بيجيب كوكه، حتى بيجيب كوكه ما بيلعبوش. طب انت بتجيب كوكه ياخد اجازه؟ يا ده جاي اجازه في رمضان يشوف يا كابتن مش هيلعبه. لكن مصطفى محمد هو اللي بيلعب. كابتن رضا لا اسمع كلامي بس. طب ما كيروش كان جابه، جاب كام جول مع كيروش؟ كابتن رضا انا بس يا عم اسلام انا برد عليك. ماشي جه مع كيروش كان بيدافع لصلاح. ما هو كان بيدافع يا كابتن. الراجل كان بيرجعه لل 18 عشان يدافع، انما الراجل ده حطه فوق ما قالوا له ما ترجعش. حلاوه المفاجآت. هو انا مالي دافع ولا انا عايزه دافع؟ انا عايزه يجيب لي جون يابا. طب ما هو طارق حامد جاب جون. الراجل ومتالق عمل شغل كويس امبارح يا كابتن طارق حامد. كابتن رضا الاسبوع اللي جاي حامد ولا طيب علشان انا وقت كابتن رضا ولا مصطفى محمد والله العظيم ملوم انه يجوا منتخب تاني. طيب كابتن رضا هو بيدرى فيهم عشان لو حصل حاجه انا جايب المحترفين. خلينا الاسبوع الجاي. راجل احمد عبد القادر ومصطفى فتحي امبارح اقسم بالله كشفوه كابتن. لما يبقى في ثقه بقى الراجل هيدي للناس كلها. كابتن رضا خلينا اخش بعد كده في الماتشات بقى اللي خلينا هيعمل ايه واشوفك انت ازاي تبدل له الحلقه دي اللي بيقول لك فيتوريا كان لوب. يبقى ان شاء الله لما يلعب بقى مع الجزائر وتونس والمغرب خلاص ورينا هنغرمه ساعتها هيغير كلامه. مين اللي هيغير يا كابتن؟ انت هتمسك لو لعبت اي فرقه كابتن رضا. هنغرمه ساعتها اي عزومه. انا بشكرك طبعا عشان وقت زي ما حضراتكم سمعتوا الموضوع مش موضوع المنتخب كويس او وحش او رضا عبد العال مع حق او ما معهوش حق او فيتوريا كويس او وحش. المصيبة والطمة الكبرى ان رضا عبد العال عايز رأيه هو الاصح ومفيش بعد كده اراء. يعني هو الراجل اللي بيفهم وكل الناس اللي معاه محدش بيفهم. هو اللي بيقول الرأي الصحيح وكل الناس ما بتقولش رأي صحيح. هو اللي بيقول يعني الحاجة والمفروض كل الناس تقول سمعنا وقطعنا. بيقول على ده وحش وده وحش وده وحش وده وحش، ما بيقولش على حد كويس خالص. الوحيد اللي قال عليه كويس هو تكيس، وللأسف لم يحقق أي بطولة مع أي فريق من اللي هو دربه وملوش أي إنجاز أصلا يذكر.
هو كل اللي بيعمله الراجل ان هو بيبني هجمه من تحت، بس ايه المعوقات اللي بتسفر عن بناء الهجمه من تحت؟ اهداف بالجمله واخطاء بالجمله للمدافعين ولحراس المرمى. فده يدل على ان الطريقه والخطه ما ينفعش تتطبق مع كل الانديه اللي بيدربها، لان امكانيات اللعيبه مختلفه من فريق لاخر. ولكن تعالوا نروح لموضوعنا، وهي خناقه على فيتوريا، وهل هو مدرب جيد ام لا، ام منتخبنا المفروض يعني يكون اداؤه احسن من كده، يكون النتائج احسن من كده الى اخره. احنا هنتكلم في شق الخناقه، وهنتكلم في الشق الفني بتاع منتخب مصر والفرحه العارمه اللي بتناب بعض الجماهير عشان فزنا على فريق ملاوي او منتخب ملاوي الضعيف. في البدايه رضا عبد العال، ما ينفعش، لازم يكون عندك نوع من انواع الاحتواء لكل الاراء. اسمع راي ده وراي ده وراي ده. ما في ناس ممكن تدخل قناه تقول لي عليا ان انا فيا وفيا وفيا، عادي بتحاور معاها. لكن لو شتمت ده ولا شتمت ده، انا اتقبل النقد لكن لا اتقبل الشتيمه، لا اتقبل الاهانه. ففي فرق بين الاهانه والشتيمه والنقد في اختلاف اراء. واحد يجي يقول لي لا انت رايك الفني كذا 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 غلط، انت رايك في الاداره لا غلط، لا كده باسلوب راقي اسلوب محترم هيبقى فيه مناقشه. لكن انت مش متقبل راي زميلك اللي بيقول ان انت بتطفش المدربين فعلا. يعني قال على كلاتنبرج ما فيه وما فيه، قال على موسيماني فيه وما فيه، في عز ما موسيماني واخد اتنين افريقيا، واخد مكمل الدوري من فايلا، واخد سوبر افريقيا مرتين، ورايح كاس عالم للانديه مرتين، واخد اتنين كاس عالم للانديه. يقول لك ده مدرب ضعيف، ده مدرب مش عارف. المدرب الضعيف ده عامل شغل كويس مع في السعوديه، عامل شغل كويس مع الفريق السعودي، لكن المشكله مش في رضا عبد العال، المشكله في الناس اللي بتستضيف رضا عبد العال وعامله له برنامج ثابت عشان بيقول اراء بمجرد انها بتجيب مشاهدات، علشان هو بيقول اراء شاذه، اراء بعيد عن الصندوق، اخبار بعيد عن او اراء بعيد عن العقل والمنطق والفكر. كل المدربين عنده وحشين، ما بيقولش على مدرب كويس خالص. هتقولي مدرب مصري قال عليه ان هو كويس، قال على حسام حسن كويس، حسام حسن كل نتائجه مع كل الفرق اللي بيدربها لا شيء، لا شيء ولا حاجه، ما عملش حاجه حسام حسن. فاللي انا عايز اقوله ان انت يا عم رضا لازم تتقبل كل الاراء، عشان الناس كمان هي كمان تتقبل ارائك. يعني انت بيبقى رايك غلط والناس بتتقبله، انت بقى الناس التانيه واصدقائك مش عايزهم يدخلوا يتكلموا معاك ويقولوا ارائهم ليه؟ يعني هو انت هتحجر على اراء الناس ليه؟ ايه المشكله ان انت تتقبل رايي وراي الاستاذ وراي الباشا وراي الباشمهندس وراي الكابتن علشان الناس تتقبل رايك؟ اما بقى الشق الثاني بعيدا عن الخناقه، انا شايف ان كلام رضا عبد العال فيه نوع من انواع المنطقيه شويه. بمعنى انا بيني وبينكم ما بشجعش المنتخب، لا كبير ولا صغير. من ساعه اخفاء الخطاب عن النادي الاهلي ووليد العطار والحركات القذر اللي اتعملت من جمال علام والعطار والشله اللي هي دي، قررت ان انا ما بشجعش المنتخب، ماليش دعوه يكسب يخسر بقى مش بتاعتي، انا بشجع النادي الاهلي بس من وقت موضوع الخطاب. لكن قبل كده لا، كنت قلبا وقالبا مع منتخب مصر، حتى لو منتخب مصر كله زملكاويه كنت بشجعهم. لكن من وقت الخطاب فمش فارق معايا بقى المنتخب يفوز يخسر يدخل في حيط مش بتاعي. في ناس تقول لي انت غلطان، انت ما عندكش وطنيه، انت ما عندكش انتماء. لا، انا عندي وطنيه وعندي انتماء، ولكن في وجود المجلس، مجلس اداره اتحاد الكوره الفاشل الفاسد حاليا، لا انا مش هشجع منتخب مصر ولا هايده ولا بغطي، حتى بغطي البتاع ده الاخبار بتاعته، فاز خسر دخل عليه دم مش بتاعتي. ده علشان القائمين على المنتخب فسده. لما يبقى فيه نظافه في اتحاد الكوره وفي وزاره الرياضه هتلاقوني قلبا وقالبا مع منتخب مصر. فالهيصه اللي معموله والفرحه اللي معموله على منتخب ملاوي الضعيف والضعيف جدا، ده كلام يعني ما لا يرتقي بمنتخب مصر اللي كان بيفوز على كوتيفوار وغانا والمغرب وتونس، كنا فرقه شديده، كنا فرقه تقيله. كان منتخب مصر ده فريق قوي بيفوز على نيجيريا وبيفوز على كوتيفوار وبيفوز على السنغال وبيفوز على اي حد. دلوقتي لا، احنا بقينا ملطشه. فما تفرحليش ان انت بتفوز على ملاوي الضعيف اللي جمهوره عمال يضحك على فرقته،
عايز تقيس صح قوتك العب مع المغرب، العب مع تونس، العب مع الجزائر، العب مع كوتيفوار، العب مع السنغال، العب مع نيجيريا، العب مع غانا، العب مع المنتخبات التقيلة دي واحكم على تجربتك. انما ما تلعب ليش مع ملاوي وتقول انا فزت وهي انا شجع السيمة. لا، فانا مؤيد لرأي رضا عبد العال في هذا الموضوع، لكن مش مؤيد لفكرة ان هو بيحجر على رأي الناس. لا، لازم يا عم رضا تتقبل رأي كل اللي موجود في الاستوديو ورأي الجماهير وكل الناس، لان مش انت بس صح، لا في ناس كتير صح وتحيانا كتير بتبقى غلط. فده كان الفيديو بتاعنا، ودي كانت الخناقة بتاعتنا. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفتكش اي فيديو بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.